العهد مني لزيارة ابن نبيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. معكم المتعهد أبو محمد العقابي في الرحلة رقم 83 مع زواره، ونحن في رحاب الإمام رضا عليه السلام، واليوم هي الليلة الأخيرة في المرقد الشريف الطاهر، ونحن في وداع الإمام رضا عليه السلام. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى العود والبقاء تحت رايتهم وفي ظلهم وشفاعتهم يوم القيامة. اليوم اكتملت الرحلة، وهذه آخر ليلة في إمام الرضا عليه السلام، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم ويديم النعمة عليهم، وأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلهم من زواره والمقبول أعمالهم. السلام عليك يا ولي الله ورحمة الله وبركاته، اللهم لا تجعله آخر العهد مني من زيارة ابن بنت نبيك، وحجتك على خلقك، واجمعني وإياه في جنتك، واحشرني معه وفي حزبه مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واستودعك الله واسترعيك وأقرأ عليك سلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه، فاكتبنا مع الشاهدين يا رب محمد وآل محمد، تجعلنا من زوار الإمام الرضا عليه السلام ومن المقبول أعمالهم. إلى جميع أعضاء جروبات السياحية إلى إيران وتركيا وأذربيجان، ومن جميع الذين طلبوا منا الزيارة والدعاء بالإنابة، ومن قلدنا الزيارة أهدينا لهم زيارة ودعاء وطلب بقضاء حوائجهم. نشكر جميع الأخوة الذين يتابعوننا ويشاهدوننا من مختلف الأرض وبقاع الأرض، ونحن في رحاب الإمام رضا عليه السلام. اللهم بحق محمد وآل محمد، أن تحفظنا بحق محمد وآل محمد، أن تشفع لنا بحق محمد وآل محمد.